أهلا بكم. ما هي الأسباب وراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العراق؟ هل هو التقصير الحكومي بتوفير سبل الإجراءات الوقائية؟ أم لأنها أبقت الحدود مفتوحة مع إيران؟ ألا يتحمل المواطن العراقي المسؤولية تجاه هذا الفيروس القاتل؟ ألم يشكك البعض من العراقيين بوجود الفيروس؟ ألم يكسر البعض حظر التجوال بحجة زيارة المراقد مراقد الأئمة؟ ألم يقل البعض بأن زيارة المراقد تبعد عنك وباء كورونا؟ ألسنا أمام أناس ليس لديهم وعي كافي وإيمان بقضاء الله وقدره؟ ألم يجعل هذا الفيروس كبريات الدول تقف حائرة أمامه؟ فلماذا بعض المواطنين وبل زعامات سياسية ودينية تشكك به وتكذبه؟ أليست الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عن إهمال الواقع الصحي كما أهملت باقي القطاعات الخدمية؟ هل يعقل بأن بلدا كالعراق لديه ميزانيات مليارية منذ عام 2003 ولغاية الآن ويصنف من أسوأ البلدان في كافة المجالات وعلى رأسها الصحة؟ هل يعقل أن بلدا عدد سكانه نحو 40 مليون نسمة لديه 1200 من أجهزة التنفس فقط بحسب تصريحات وزير الصحة السابق جعفر علاوي، وبحسب تقرير وزارة الصحة للعام الماضي 300 جهاز فقط؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين، ومحورها لماذا ارتفعت نسب الإصابة بفيروس كورونا في العراق. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أعزائي المشاهدين صوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب. اليوم وزارة الصحة في العراق أعلنت عن تسجيل 69 حالة وفاة و1635 إصابة جديدة و872 حالة شفاء من الوباء. قالت الوزارة بأن مجموع الوفيات في العراق ارتفع إلى 925 حالة، بينما بلغت الإصابات حصيلة الإصابات بشكل عام 27352 حالة. اليوم من أعلى النسب منذ ظهور الفيروس في البلاد. أشارت وزارة الصحة إلى أن مجموع حالات الشفاء من الفيروس بلغ 12205 حالات، وأضافت الوزارة أن عدد الراقدين في المستشفيات بلغ 14222 شخص، فيما بلغ عدد الراقدين في العناية المركزة 200 شخص. معنا اتصال أم مريم من الفلوجة، تفضلي أم مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك استاذ عمر. انا مو بالكورونا، الكورونا هي يعني وين ما تروح يعني هسه عندك الصقور، الصقور يقولون احنا سديناها والصقور بيجونا منها بغداد. نعم. يعني لحد هسه بغداد بيجونا منها ويروحوا، عنده واسطه يطببونه وما عنده واسطه يضرب. عندك هسه السجناء، السجناء اليوم يعني كارثه، سجن الناصريه، سجن الرصافه، سجن الشادي، يعني حتى ذول الواقفين الضباط ما صاير بيهم. نعم. يعني كارثة يعني كبيرة ما صار يعني شنو ذا الحكومة يعني نايمة ما تضحك على هالعالم هاي لتروح. نعم. زين أم مريم، يعني أسباب نعم. ارتفاع الإصابات، يعني إحنا التقصير الحكومي واضح، يعني الأمر جديد. نعم. بالنسبة للقطاع الصحي مستشفيات تعبانة، عندنا متهالكة من أسوأ البلدان على المستوى الصحي، أجهزة تنفس قليلة، ولكن في نفس الوقت كذلك هناك عدم وعي، هناك عدم وعي كبير لدى الشعب العراقي. يطلع لك واحد يقول لك وين اكو فيروس كورونا، هاي مؤامرة، هاي كذب، ويطلع لك واحد يقول لك لا احنا الأئمة هم يحمونا. موجود يعني كورونا بس هم موجود يعني مرض كورونا بس هم مدى يعقمون، مدى يعقمون يعني المستشفيات. عندك هسه مستشفيات صارت قبل ايام انا بالفلوجه 35 حاله، يقول لك ماكو وكذب اكو يعني. نعم. بس من يجيك الاعلامي ما يطلع الحد الصحيح، ما يطلع الحد الصحيح الاعلامي، يطلع يقول لك نعقم ونسوي كل شيء، لا تعقيم اكو لا شيء، يعني ماكو حتى حظر، ماكو يعني غير اكو حظر، ماكو حظر، يعني المحلات تجي عندها واسطه تفتح ما عندها معزل. تجي لك على هسه السجناء، هاي السجناء اليوم حتى بال شو اسمه هذول الواقفين يعني الضباط الكبار
يعني صاير بهم هي هذا الامراض الكورونا. نعم. فكل السجناء يعني كارثه عظمى يعني، شلون يدبون بالحاويه يرجعون يعني ما عندهم مكان يعني المجمدات انكسر. نعم. المجمدات انكسر فقاموا يدبون بالحاويات، يعني لا حول ولا قوه، يعني شنو الحكومه؟ يعني ناشد الحكومه، ناشد الكاظمي، ناشد الحلبوسي ماكو. برهان صالح ماكو، يعني كلها الحكومه ما ادري يعني شنو. نايمه الحكومه ما ادري. يعني لا يتبون على الشعب، واللي يصير بيه يعني يروح المستشفى نفسه، يعني يقعد بالبيت احسن، وجاي نفسه احسن ما يروح لهذا للحجر الصحي. يعني تاثر بيه يصير بيه ما تروح للحجر الصحي، يقعد ببيته ويجيب علاج ويداره. تروح على بالصيدليه ما يمسك يعني ذاك العلاج. المستشفيات يعني يقولون حتى المستشفيات ما نوصلها. نعم. عندك هسه مستشفى فلوجة، هذا مستشفى فلوجة يقول لك يعني مستشفى فلوجة في عناية، إذا تروح فيه تساوي تشوف المستشفى فلوجة كل عناية ما في، دكاترة هيك يضطرون لحالهم. مع الأسف هو هذا الحال، هو هذا الحال في كل مستشفيات يعني العراق. يعني الدكتور يقول لك إي زين صحته، ورا ساعة يتوفى المريض، يقول لك هاي زين، ينطي علاج ما مو 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 مع الكورونا، غير علاج ينطي. نعم. ينطي غير علاج يموت، يقول لك هذا سبب كورونا، هو ما في كورونا، غير مرض بي يقول لك في مرض كورونا. شكرا أم مريم من الفلوجة كانت معنا. طبعا مصادر في محافظة النجف أعلنت اليوم عن دفن 79 جثة جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة منذ تفشي الوباء. وإحنا مثل ما أشرنا اليوم أعلى حصيلة سجل العراق منذ انتشار الوباء 1635 حالة. المصادر قالت في محافظة النجف بأنه تم دفن 79 جثة لمتوفين جراء الإصابة بالفيروس في مقبرة وادي السلام في محافظة النجف خلال 24 ساعة، فيما أشارت المصادر إلى أن إجمالي عدد المتوفين بسبب الفيروس والذين تم دفنهم في المقبرة بلغ 850 جثة. تختلف طبعا هذه الحصيلة عما تعلنه وزارة الصحة في بياناتها عن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. النائب جاسم البخاتي قال بأن جثث المتوفين بفيروس كورونا تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في العراق، وأضاف البخاتي بأن العديد من المناشدات وصلت إلى المؤسسات الصحية وخاصة مستشفى الكندي تفيد بوجود مجموعة من الجثث وهناك تباطؤ في عملية نقلها ودفنها. وإحنا كما عرضنا قبل كم يوم شلون الجثث برا ثلاجات الموتى في مستشفى الكندي، أشار إلى أن أعداد تلك الجثث كبير جدا وتفوق القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية في العراق. وناشد البخاتي المؤسسات الأخرى كوزارة الداخلية ومحافظة بغداد وغيرها لمساعدة الكوادر الصحية في عملية دفن الجثث. نعم. فرحان من صلاح الدين، تفضل فرحان. حياك الله، شلونك خال؟ اهلا وسهلا بك. والله خال انا من هاي جائحة كورونا بالعراق ان شاء الله رد نفهم، يقول ان شاء الله احنا من محافظ صلاح الدين. نعم. يا حياك الله. يا هلا بك. والله خال لا صحة تصنع، لا شيء تصنع. بس وصل التلفزيون وهذا فرحان التلفزيون. ايوه هاي مال حضر التجول، هاي امتى تنشال؟ امتى؟ والله حتى مصرف ماكو بالبيوت اللي نقدر ناخذ. نعم. اي والله نعم خالص. فرحان الـ يعني هذا الارتفاع بفيروس كورونا بالعراق، انت تشوف شنو السبب وراه؟ سبب الحكومه؟ المواطن مو يتحمل هم جزء من هذه المسؤولية؟ قلة وعي؟ نعم. قلة إيمان؟ نعم خال، لازم الأهم شيء المواطن يتعامل بالحظر التجول والوقاية ومساعدة الصحة. نعم. أي والله خال، بس أهم شيء خال لأن هسه ما نقدر نروح نتسوق جهاز فانا ما تطلع من الجوع. نعم. يعني لازم يخلون اما احد يوصل ارجال، احد يعني اسواق تفتح. يعني صار اليوم اربع ايام خمس ايام احنا بالتامر الاوضاع متدهوره. نعم. اي خالد لازم يشوفون لنا حل ان شاء الله، ولا ما نريد اي شيء ان شاء الله. الله يعينكم. فرحان من صلاح الدين كان معنا، وهذا طبعا هو بسبب يعني ضعف التخطيط في العراق. يعني مباشره مثلا يقول لك حظر
تجوال. نفس الوقت هناك مواطنين كسروا حظر التجوال، احنا شفنا ناس راحت بحجة زيارة الأئمة في هذا الوقت العصيب، وأكو تصريح لوزير الصحة السابق راح نشوفه حول هذا الموضوع عندما يعني ذهب بعض المواطنين لزيارة الإمام الكاظم، قال بالنص وهو جعفر علاوي، قال عندما كان وزير للصحة قال بأن زيارة الإمام الكاظم ساهمت برفع نسبة الإصابة بالفيروس من 400 إلى أكثر من 600 إصابة في وقتها. وإحنا شفنا في وقتها مع الأسف يعني بعض المواطنين قال لك لا هذا طبيب بغداد، يا إخوان الله سبحانه وتعالى أكبر مني ومنك ومن كل المخلوقات البشرية، وإذا مرضت فهو يشفين، الله سبحانه وتعالى لازم تؤمن، لازم يكون عندك وعي. ما معقولة أنبياء صحابة أولياء تمرضوا وماتوا بالمرض، ما له علاقة، بشر هو مثلي مثلك، نعم قد يكون هو أفضل، ولكن ما معقولة أنه أنت اليوم والله تكسر الحظر وتقول والله أنا رايح حتى أزور الإمام وما راح يصير بي شيء. طبعا يتحملون مسؤولية زعامات دينية ونقولها، وبصراحة في وقتها مقتدى الصدر لما راح إلى مرقد الإمام علي عليه السلام في يعني أشد الأزمة في ذلك الوقت، ما معقولة أنه والله بعض الناس يقول لك والله ما يوصل الفيروس، ما يوصل زين ماشي. احنا نضرب أمثلة، كم سيارة إرهابيين استهدفوا أماكن مقدسة في العراق من مساجد ومراقد وانفجرت وقتلت مئات الناس، ليش ما ذولا ما مات، ليش ماتوا ذولا وهم في ذلك المكان أو عند ذلك المرقد أو الرجل الصالح؟ ما معقولة يا جماعة، يعني إذا الله كاتب لك يموت تموت، إذا الله كاتب لك تعيش تعيش، ولكن يجب أن تأخذ بالأسباب. سيارة مفخخة كم مرة دخلت على مراقد ودخلت على أماكن أسواق وغير أسواق وقرب مساجد وانفجرت وماتوا الناس وانصابت، ليش هناك يموتون هنا لا ما ينصابون؟ فالمواطن يتحمل مسؤولية كبيرة بهذه المسألة. نعم الحكومة المسؤولية الأولية لأنها يعني بسبب فسادها، بسبب فساد الأحزاب أدت إلى انهيار القطاع الصحي كما انهارت جميع القطاعات، لكن المواطن يتحمل مسؤولية، هي مسؤولية الوعي، ويجب أن يعرف بأن هذا فيروس عالمي ينتشر في كل أنحاء العالم. شوفوا أمريكا صار بيها، شوفوا إيطاليا، شوفوا إسبانيا، شوفوا الصين، هذه دول متقدمة في مجالات الطب والصحة. معنا اتصال محمد من كربلاء، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ؟ يا هلا بيك، اهلا وسهلا. والله يا اخوي ما ادري شلون تاريخها، شلون تاريخها الدولة والله يا اخوي. نعم والله يا اخوي تزينه. نعم، من المسؤول عن ارتفاع هذه النسب اخوي محمد برايك؟ الحكومة وحدها لو الحكومة والمواطن؟ لا والله يا أخو، والله أخوي بصراحة المواطن هم يتحمل قدمنا سؤالي والله. نعم والوعي، الوعي مطلوب والله، مطلوب الوعي. بس نعم. أنا أخوي أنا أحكي وياك من كربلاء وقضى قضى عين التمر. نعم أخوي كل حضر ماكو، كل حضر ماكو، الزحام ويعني هيك لا عدل مبالغ ماكو، يعني ماكو اهتمام المواطنين والصحة، يعني تقصير من الصحة من كل يعني من الحكومة. يا أخوي والله العظيم أنا أحكي وياك رجال فلاح بسيط. نعم. والله نعم. العظيم يا أخوي قتلنا جوع، قتلنا الضيم، شلون الدولة ميليشيات وعصابات بس انا حبيت اتصل بكم واشكر قناه الرافدين، الله يستر عليكم، برنامج اتابع حتى بالعاده والله. الله يسلمك ويخليك ويحفظك حتى بالعاده والله، انا رجال بسيط اتصل عليكم واشكركم اخوي العزيز. احنا نشكرك، الله يحييك وحيا الله اهل كربلاء كلهم، الله يحفظكم، الله يحفظكم يا رب، الله يحفظكم. انا اشكرك محمد من كربلاء كان معنا. طبعا حقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان هي مفوضية حقوق الإنسان، توقعت بزيادة كبيرة في أعداد ضحايا كورونا خلال الأيام المقبلة بسبب ما وصفته غياب سياسة حكومية عملية واضحة أو علمية واضحة لمواجهة
وباء كورونا. عضو المفوضية على البياتي قال بأن السلطات ارتكبت عدة أخطاء في الماضي، بما في ذلك السماح لعشرات الآلاف من العراقيين في جميع أنحاء العالم بدخول البلاد دون البقاء لفترة في الحجر الصحي، بالإضافة إلى غياب سياسة التوعية الصحية. أنا تذكرت بموضوع قبل كم يوم، صديقي دا يحكي يريد يسافر للعراق، فقال لي من أريد أحجز على شركة خطوط جوية خاصة الخطوط الجوية فلاي بغداد أو العراقية، يقولوا له أنت سعر التذكرة كذا ورقة وتدفع يمكن ورقتين ونص، يا بذني ما شنو، والله ذني ما الحجر الصحي، يعني أنت تتحمل الحجر الصحي. يعني الدولة سوتها بلاي ملح، حكومة سوتها بلاي ملح، يعني أنت فوق مو يعني بهذا الظرف الصعب وما موفر أي شيء حتى في أيام الرخاء في أيام الشدة، أنا أدفع ثمن الحجر الصحي مالتي وأنا مثلا متغرب؟ معقولة؟ يعني أنتوا بكتوا مليارات الدولارات جايين على المواطن حتى تأخذوا من عنده ورقتين وثلاثة، والله هاي مال الحجر الصحي، ومن يروح هناك هم يدفع فلوس مال الأكل والشرب. ما معقولة يعني وصلنا إلى هذه الوضعية مع الأسف. أضاف علي البياتي بأن الحكومة فشلت في تغطية المشكلة الاقتصادية ل40% من العراقيين الذين لم يتمكنوا من تنفيذ الحجر الصحي في المنازل. معنا اتصال جاسم من الموصل، تفضل جاسم. شلونك أخو؟ أهلا وسهلا بك. أول شغلة كورونا هاي. نعم. هاي شغلة كورونا دمرت العالم حين، يعني عندك بالموصل النوم، يعني حضرة تجوال باكر عندنا السبي. نعم. دمرت العالم يعني الحين، لا شغل ولا عمل، لو ما ادري يعني لو شوف المخيمات يعني تحت الصفر. والله ناس ذبح حجي وحفر عليها على ألف بناء. نعم. لا شغل ولا عمل، من وين تروح تشتغل؟ قاعدين ببيوت جالسين. من يتحمل المسؤولية من هذا؟ طبعا هو المسؤولية بهذه الظروف الحساسة الكل يتحملها، ولكن ارتفاع هذه النسب، نسب الإصابة بفيروس كورونا، تتحمل مسؤولية الحكومة. نعم. والمواطن؟ المواطن قاعد ببيته تاخذ لا بحجوع وفاين حلحظة. انت استاذ محمد لو شوف يعني لو شوف المخيمات يعني تحت الصفر، المساعدات ما نعم. هم ينطونهم كل شهرين كرتون غذائي. شو يسوي؟ لو يبيع ولو يروح ياكل. نعم. الله يعيني، مصيبة. وهاي 30,000 اللي انطوها، ناس انطوها وناس ما انطوها، 30,000 هاي الملح انت سمعت بيها استاذ محمد. نعم. الله يعين. محمد؟ نعم. عمر معاك. هاي 30,000 اللي قطعنا أقطاق التمونية. أي ناس طاه وناس من طاه. مصيبة. يعني كل المفروض يعني كل نفر 30,000. نعم. يعني 30,000 شو يسوون؟ يعني لو تطير الجاهل يجي تغير ضبيه. صح. الله يعينكم. ممنون حبيبي، نشكركم على القناة. شكرا جاسم من الموصل كان معنا. يعني هم نجي على موضوع، احنا بنتكلم على المسؤولية، يعني على الأقل هذه السنوات اللي سرقتوا بيها وزارة التجارة، إذا تحدثنا على وزارة التجارة فقط وبعدين نجي على وزارة الصحة، يعني ما معقولة بهذه الظروف وقاعدين أنتم ما شاء الله وكل واحد يدق ويلطم ويسوي نفسه صالح، ما تقدرون توزعون البطاقة التموينية للعراقيين بهذه الظروف؟ تكون بطاقة تموينية كاملة، مو مثل صار لكم سنوات تسرقون منها، لو تطوا مثلا مادة أو ما تطوا. بهذه الظروف على الأقل أنت مو فرضت حظر تجوال وتريد المواطن يلتزم، فلازم أنت توفر له على الأقل أكو وجبة تموينية حتى يكفي نفسه منها. مسموح مثلا لشخص واحد
من العائلة يطلع كل كم يوم يروح مثلا يتسوق، أو مثلا السيارات تفتر مثل ما موجود في بعض المناطق، تفتر في الأحياء، تفتر في المناطق، خضرة غير خضرة، فاكهة وتبيع هناك غير، أنت المفروض تطل العوائل الفقيرة يعني أموال تكفيه حتى يأكل ويشرب بها في حظر التجوال. راح تقول والله أنا عندي أزمة اقتصادية، زين مو أنت من كان عندك مليارات ضيعتها ما قدرت تبني بها مستشفى؟ يعني تقرير العام اللي أشرنا إليه بالمقدمة والتساؤلات، تقرير العام اللي أشرف عليه وزير الصحة الأسبق يقول إحنا عندنا 300 جهاز تنفس بس، 300 جهاز، وفي أحسن الظروف ما يوصل 500. طلع جعفر علاوي قبل يعني الوزير الصحة السابق كما قلنا قبل قليل قال إحنا عندنا 1200 جهاز، 1200 جهاز تنفس، وإحنا 40 مليون نسمة. والجماعة يطلعوا لك مكيفين ويقول لك والله إحنا في بلد الديمقراطية وبلد الحرية والذبح والاعتقال والتعذيب موجود في ساحات التظاهر، موجود في المعتقلات، موجود في السجون في زمن كورونا وفي غير زمن كورونا. ما استحيتوا مو عيب عليكم، بس الأمريكان لازم يظهركم والإيرانيين وياهم، وأكو دول تدعمكم، وطبعاً هم ما شاء الله إحنا فوق هذا ترى هواية مساعدات وصلت من الصين، من الكويت، من أمريكا، وصلت مساعدات لكورونا. الجماعة ما عندهم بلد ما يقدر يصنع كمامة، هذا ليش شلون يسمي نفسه، شلون يسمي نفسه حكومة، شلون يسمي نفسه يقول لك أنا والله دولة وعلم، كمامة ما يقدر يصنع. طلع في وقتها جعفر علاوي قال اتفقنا مع وزارة الصناعة انه راح تجهزنا ب30 الف كمامة باليوم، 30 الف واحنا 40 مليون، 30 الف ما تكفي حمايتك وياها جزء حماية وزير ثاني، هاي 30 الف باليوم، هاي وزارة الصناعة اللي يصرف عليها مليارات الدولارات وهذا حالها، تقدر تصنع بعد هذه الأزمة 30 الف كمامة، وما ادري ما شفناها، جزء صنعوها الجماعة بس لهم. تدري الكمامة هذه اللي صنعوها استخدام واحد يعني بس يلمسها بإيده لازم يشمرها في النفايات. معنا اتصال عبد الخالق من البصرة، تفضل عبد الخالق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أشكرك على القناة الطيبة، يا أهلا بك. طاهرة. الله يسلمك. نعم أخي عبد الخالق تفضل. والله مرض كورونا هذا يعني مرض يعني صار الدول كلها، صار بالدول كلها. نعم. اي وانتشر بالعراق هسه، وقبل زين هسه يعني ماكو هذا المرض، يعني هسه ما ادري يعني ايران هسه شويه زين، السعوديه يعني، بس العراق هسه، بس العراق يعني بي نعم كورونا، بس يعني سوت الحكومة تقول سوت المواطن ماله كل ذنب ماله. نعم. ما يتحمل مسؤولية مثلا الحكومة، يعني ما نحكي على يعني احنا ما نحكي على الناس الكسبة اليوميين اللي الحكومة المفروض توفر لهم، اكو ناس امورها عدلة وما معتازة، مقضيها تعاليل ومقضيها طلعات ولا ابالي، هذا اللي نقصده يعني قلة الوعي عند الناس. صحيح. نعم صحيح. انا كنت أمس بالعشار أنا. نعم. العشار ازدحام كلش ازدحام العشار. نعم. يعني الحكومة يعني شوف سيطرات ما لها شغلة، سيطرات يعني يدور وجهه، يشوفك يدور وجهه ما لها شغلة، يعني ازدحام حيل ازدحام، وين تروح زبير ازدحام، وبالخصيب ازدحام، يعني وين ما تروح ازدحام. نعم. يعني الحكومة شنو اسمه اللي انطتنا؟ لا انطتنا مساعدات، لا انطتنا يعني هاي 30 ألف منحة، ما انطتنا، لا انطتنا كمية، كل شيء ما انطتنا، لا هين بالبوق مالهم ولا هين بإيران، شنو قالت إيران وشنو قال أمريكا وشنو قالت، هاي لا هين بيها يعني. نعم. ما لهم شغلة بالشعب، الشعب شنو يأكل شنو يشرب ما لهم شغلة، مع الأسف والله. اي والله يعني شوف العراق يعني راح من 2003 لحد الان، العراق انتهى، راح العراق يعني
قبل ايام التسعينات حلوه، ايام التسعينات حصار ودنيا وهاي، بس احنا رغم عايشين والعالم عايشه وحلوه يعني. نعم. ايوه شوفها. ان شاء الله يا رب ازمه وتعدي وربي يحفظكم. اني اشكرك عبد الخالق، تحياتي لك ولجميع اهل البصره. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. رساله على الواتساب يقول فيها: عمي ما دمرونا غير الساده واهل العمايم، الله وكيلك. طبعا وزير الصحه اليوم حسن التميمي اعلن عن البدء بتصنيع العقار الروسي لمعالجه مصابي فيروس كورونا في العراق. قال التميمي بان العلاج الروسي سيكون متوفرا في نهاية الأسبوع المقبل. وكان مدير الصحة العامة رياض الحلفي قد أعلن في وقت سابق بأن العقار الروسي لا يزال قيد الدراسة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تعطي قرارا باستخدامه. وأوضح الحلفي بأن العلاج عبارة عن مضاد فيروسي متوفر في الأسواق، ولا يوجد حتى الآن عقار مكتشف لعلاج كورونا، لأن التجارب قد تطول لسنة أو لأكثر. معنا اتصال فوزي من بغداد. تفضل فوزي. فوزي تسمعني؟ فوزي أبو الفوز تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة مع فوزي من بغداد في الاتصال. اليوم غرفة عمليات أربيل أعلنت عن إغلاق جميع المساجد ومنع أداء صلاة الجماعة فيها حتى الأول من تموز المقبل، ويأتي القرار في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، حيث تقرر كذلك إغلاق جميع مراكز التسوق والمحلات التجارية من الساعة 10 مساء وحتى 5 صباحا باستثناء الصيدليات، وتقرر كذلك إغلاق مراكز اللياقة البدنية والصلاة الرياضية والمسابح والأماكن السياحية حتى مطلع الشهر المقبل، واستمرار إغلاق قاعات الحفلات ومجالس العزاء والمقاهي. فوزي من بغداد يعاود الاتصال بنا. تفضل فوزي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. حياك الله. تحية لحضرتك وتحية لقناتكم. حياك الله يا أهلا. تاريخي المفضل إن شاء الله. الله يسلمك ويخليك، تفضل. الله يسلمك أخي العزيز. إحنا بالنسبة صار الكورونا. نعم. الكورونا لو يعني ننتبه شوية هذا المرض. المرض هذا من جانا. إحنا صارنا آلاف السنين عايشين. مئات السنين بهالبلدان عايشه، واكو مرض مرات يبقى سنه سنتين ثلاثه ويروح. لكن هسه حاليا لا توافق الراي انه هذا مصطنع امريكي اوروبي روسي صيني. توافقني الراي لو لا؟ شلون اوافقك الراي؟ يعني ما تعيد هواية آراء هسه، آراء يعني من الشعب العراقي يقول لك هذا المرض مصطنع. مصطنع ماشي، أنا راح أجي معك. إلهي الله عز وجل. تمام. حاشا لله، إنه الله عز وجل ما يجيب غير الخير. تمام. ما يجيب غير الخير، لكن البشر من زوايا مظلمة اللي هم اليهود الأمريكان وربع الأمريكان. نعم. إضافة أنا راح أقول لك حكاية. بالنسبة لهذا المرض راح يشلب الوطن العربي، الوطن التحليل الموضوع، الوطن العربي راح يشلب به، أما البلدان اللي هي صنعتها راح العلاج مالها موجود. زين أدري العلاج مالها موجود. عيني فوزي. هم حاضرين. أنت سألتني. بأي دقيقة وبأي ساعة. أنت سألتني. لكن الوطن.
تسمعني؟ تسمعني؟ نعم اسمعك. انت طرحت تساؤل، سالتني وتريد الجواب. قلت لي هذا نعم. مصنع، مو هذا اللي تقصده؟ نعم. انه الوباء نعم. مصنع، ماشي. انت تدري نعم. كم الف ماتوا بامريكا وبايطاليا واسبانيا والصين والمانيا نعم. وفرنسا؟ تدري لو ما تدري؟ لا ادري. تمام ماشي، وصل جايك لا حتى اكمل لك، حتى اكمل لك انا، مو انا حتى اكمل لك، اخدمك حتى اخدمك. نعم تمام. نعم لو افترضنا جدلا، لو افترضنا جدلا بانه مصنع وهو نعم. بحسب التقارير الطبيه غير مصنع، لو افترضنا نعم. جدلا بانه مصنع نعم. وبانها مؤامره كما يقول البعض على سكان نعم. الارض، بس هو نعم. موجود لو ما موجود، يضر لو ما يضر، يقتل لو ما يقتل، موجود. حالة حال الرصاصة، حالة حال الصاروخ، مصنع. طبعا أنا 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 لا أتبنى، لا أتبنى بأنه مؤامرة أو مصنع أبدا، أنا أمشي على العلم. العلم يقول لك لا، هذا فيروس تطور. على كل حال، هو قاتل لو مو قاتل، أنا بالنسبة لي إن كان مصنع أو غير مصنع، وهو في الأول والأخير كله تحت الإرادة الربانية، أنا كمواطن وكإنسان أولا وأخيرا وكمسلم لازم أخذ الإجراءات الوقائية، لازم أحتاط، هذا المطلوب من عندي. العفو أستاذ، العفو أستاذ، من الحكومة مالتنا الله يسلمها لا تخبط المجتمع به مع المصاب بكورونا بالمستشفيات، وحش بالمستشفيات. يعني خاصة خاصة شلون واحد إذا خاصة الأوراق عناد يخلطون بين المصاب بكورونا 100% والمجتمع به مجرد تيفوئيد أو ضرب الشمس أو بلاش الظاهر هم يزودون العدد. يعني العدد الأموات اللي هسه بالعراق يصير بسبب الحكومة بسبب الصحة. إيه هو هذا تقصير واضح، هو معروف. احنا عندنا نعم. قلة أسرة، عندنا مستشفيات تعبانة، ما عندنا أجهزة تنفس كافية، ما عندنا إجراءات وقائية. نعم والله يا أخي العزيز، احنا نرجع ونقول انه بالنسبة لي انا توقعي بالنسبة للدول الأجنبية 11 سبتمبر من سواها بلد نحكي اللي ورا 11 سبتمبر مركز التجارة العالمي من سواها، من سوى هذا ضربوا الابراج وغيره، هم لازم ينطون تضحيات الامريكان ولا يعود ولا ينطون تبريرات، وبعدين القميص من تيجي تفصله يرد له دقمه، يرد له خيط، يرد له قطعه قماش، يعني حتى يشوفوا قميص. هذا نفس الشيء، احنا مستقبلا راح هم يخلصون من المرض. احنا واجبنا واجبنا كانسانيه بشكل عام مو فقط كعراقيين ناخذ نعم. بالاجراءات نعم. الوقائيه للحد من هذا الفيروس. انا اشكرك فوزي من بغداد. رساله، السلام عليكم، تقول طبعا انا فقيره الحال والحكومه ما فائدتني، بس الصراحه الصوش بالمواطن، هم يطلعون طماعين، اكو ناس عندها ملايين يطلعون يشتغلون ويستغلون الناس كما تقول. نعم. السلام عليكم استاذ عمر، وياك ابو محمود بن الرمادي. يقول احنا اهالي معتقلين الرزازه، شو صار السكتة مصطفى الكاظمي؟ بس بداية حكي عن المعتقلين، شنو مصير آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم؟ والله عايشين بحالة قلق وخايفين عليهم من هاي الأمراض، أعطوا عفو عام وفرحوا الأهالي حتى الله يفرحكم. والله ما أنا حسب معلوماتي لم يتحدث مصطفى الكاظمي عن يعني المختطفين في الرزازة أو الصقلاوية أو في صلاح الدين، لم يتحدث منذ اليوم الأول، فقط هو قال في وقتها إطلاق سراح الناشطين اللي تم اعتقالهم في ساحة تحرير وفي ساحة التظاهر في المحافظات العراقية. أستاذ عمر، المشكلة في العراق وفساد رجال الدين، واعتبروا بفتواهم بأن أموال العراق ليست لها مالك مجهول، ومن حق رجال الدين الاستحواذ على الأموال، ولهذا هربت أموال العراق إلى إيران وإلى دول العالم، بالإضافة أنه لا يمكن تغيير الواقع العراقي لأنه انعدام الثقة مع الحكومة والعراقي، ولغاية الآن الحكومة العراقية اتفقت مع إيران لشراء كمامات ومستلزمات صحية لأن هواء أو وقف المولدات، لأن هواء في العراق كله ثاني أكسيد الكربون ونترات الرصاص، مقاومة صحية صفر. طبعا احنا بيئة العراق، يعني بيئة العراق مصنفة من أسوأ البيئات في العالم. طبعا احصائيه رسميه صادره عن وزاره الصحه اظهرت معدل الاصابات
والوفيات بين صفوف الأطباء منذ تفشي وباء كورونا في العراق. بيّنت الإحصائية إصابة 592 طبيب، بينهم 8 حالات وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما لم تشمل هذه الإحصائيات محافظات كردستان العراق. هذا الفيروس يا جماعة ما يعرف لا غني ولا فقير، ولا كبير ولا صغير، ولا مرأة ولا رجل، ولا طبيب ولا جاهل ولا متعلم. يجب الوقاية من جميع الفئات. يعني هذا الطبيب اللي ضحى أو الكادر الطبي منهم اللي ضحى بروحه، لأنه تلقاه من الصبح يشتغل إلى 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 الليل ولامس، طبعا مع الإجراءات الوقاية لابسها. طبيب توفى بفيروس كورونا وهو يعالج المريض، فيجب أن يكون لدينا وعي وإيمان عندما نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله، راح تقل الإصابات وراح تقل الوفيات إن ما الله سبحانه وتعالى يأذن ويطلع اللقاح لهذا الفيروس. معنا اتصال إياد من الموصل، تفضل. هلو. إياد هلو. تفضل. عيني عيني يا هلا بيك. الله يجعل فضلك. الله يحفظك. أنا رجل يعني رجل قاعد ضرير، ما عندي لا شغل ولا. نعم. كان عندي راتب مع الرعاية وعندي قالوا لي قطعوا، كان صار 60 قطعوا الراتب مني. قالوا هذا الراتب، قال والله عندك شيء، عندك ضريبة دخل. ضريبة دخل مالي شابة؟ قال لي عندك بيكم. البيكم أنا انضريت فيها وراحت كلها، سكربت وسكربة للسيارة. الله وكيل. نعم. يعني ما رجعوا راتب مالي يعني 3 سنوات. أنا رجل ضرير وعندي سكر، يعني عندك يعني سكر. ليش الظلم هذا؟ أنت أي والله. مريض بالسكر. مقعد يعني مقعد خلاص يعني قاعد. نها. أي والله. وصار لك كم سنة ما مستلم راتب الرعاية؟ هاي صار لي 6 سنوات. الله وكيل ما مستلم. إيش قلت؟ إيش قلت؟ شو التأخر؟ ضريبة الدخل، ضريبة الدخل. البيكم مالي راح انتهى، البيكم يعني انتهى انتهى. نعم. يعني من صار تاني من نزحنا، يعني رجل ناجح. من نزحنا انضربت البيكم والجامات الماكينة كلها راحت، هي كانت يعني جديدة فيه. يعني بعتوه من اشتريتوه كانت 114 ورقة، بعتوه ب60 ورقة يعني انباعت. ايه. وصرفتوا هاي 60 ورقة كلها على عيوني وعلى العمليات. نظرك شلونه هسه؟ ما استفادت كل شيء منه. حج عيال. نظرك شلونه هسه؟ نعم. نظرك. والله نظري خلاص ما عاد اشوف، لان قال لي الدكتور كان هذا باسم العبايتشي. نعم. قال لي تراجع خارج العراق. قص السائل الزجاجي مال عيونك عندي بالشبكية، انتهت الشبكية. يعني هاي الجماعة بس قادرين على الفقير، بس اللي عنده 15 و20 راتب و10 رواتب هذا ما حد يقرب عليه. اي والله لا حول ولا قوة الا بالله. عظيم، عاد اقسم لك بالله العظيم قاعد بإيجار 300,000 دينار بالشهر. ايش قد كان يطوق؟ الله وكيل. ايش قد كنت تاخذ راتب؟ 380,000 إيجار بس. إيجار بيت. آه بس الإيجار 380 بس الإيجار هذا. إيه بالله العظيم. يعني جاي لما يعني خواتي يصدقون علي والله ما فلس ما أشوف. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش قد كان يعطوك راتب الرعاية؟ حج إيش قد كان يعطوك راتب الرعاية؟ يعطوني 350 كان. 350. إيه والله. عندي ويلة 3 كلهم طلاب. واحد بالكلية، الأخ بالسادس والأخ بالسادس ابتدائي، واحدة خلصت بالكلية راحت يعني خلصت، صرفت حالي ومالي عليهم لله. والله يعينك. إيه الله العظيم. الله يعينك. إيه والله. خلي يسمع مصطفى الكاظمي. نعم. بكي توصولي صوتي. الله يحفظكم على الرعاية. الله يسلمك ويخليك ويفرج عنك يا رب. خل تسمع الحكومة. إن شاء الله. خلي يسمع مصطفى الكاظمي. يعني رجل مقعد ومريض ونظره ضعيف جدا، يعني عنده سكر، هن 350,000 يعني قدرتوا على الفقير. طبعا
الاخ اياد يذكرني قبل سنه يمكن او سنتين، واحد قطعوا عنا راتب الرعايه الاجتماعيه. ليش؟ اجوا لجنه التفتيش لقوا عنده ثلاجه بالبيت، عنده ثلاجه ما شاء الله، يعني اكتشفوا كانه عنده فد مليار دولار، ثلاجه هي ثلاجه دي يحط بيها اكله، والله انت عندك ثلاجه قطعوا الراتب، ايش قد هو؟ هي 350، يعني ما به ما حتى ما يوصلون 300 دولار. بدل ما انتم قادرين على هالناس الفقراء، روحوا شوفوا ذول الفاسدين اللي سووا بالبلد، شوفوا اللي اخذ كم مليار حتى يبني مستشفى وقلب. والبارحه احنا كنا نحكي احدى الصحف البريطانيه تقرير مفصل قالت بس المشاريع، المشاريع اللي على اساس هي موجوده من مستشفيات وغيرها اهدر عليها 300 مليار ولم تكتمل هذه المشاريع. اكو وحده وصل نسبتها 5%، اكو صفر، اكو 10، اكو 20، وراح الفلوس، وراح فلوسك يا صابر، راح فلوسك يا العراق من ذول الجماعه، جماعه العدل الالهي، الاحزاب الاسلاميه اللي ما شاء الله يعني تلقاهم من يحشون تقول اسكت وخليها مع الاسف. نعم، رساله على الواتساب. السلام عليكم، نشكركم لان تتواصلون معاناتنا احنا الفقراء. احنا قلنا حكومه الكاظمي ما بها خير، بس مع الاسف يعني طلع ضعيف ويتراجع بكلمته وما ساعد الفقراء، لا وفر الغذائيه ولا كمامه، شنو قيمتها؟ معمل نسيج الكوت مو يطلب، لازم يأمرهم حتى يوفرون الكمامة وتوزع على المواطن، بس كله طلع كذب بكذب. وينهم ذول يوزعون كمامات؟ ذول بس فالحين بالسرقة، يعني نشهد لهم أنهم هؤلاء نجحوا بسرقة العراق، هذا الإنجاز الوحيد. سرقوا العراق، دمروا مؤسسات البلد، دمروها. أي شيء براسه خير، يعني حتى إذا كان هناك نصب أو ساحة تحرير بحجة أنه والله هذا انبنى بزمن النظام السابق، زين هو هسه والله اذا تمثال للنظام السابق مثلا خلينا نقول يعني بيها باب وجواب، بس حتى هاي النصب التذكاريه لحقتوها، دمرت مؤسسات البلد، سرقت البلد، وتحجون بالانجازات بهذا يعني بهذه الكلام والحديث الذي مل منه العراقيين، مل. معنا اتصال ام ليث من ديالة، تفضلي ام ليث. لا انا ام ليث من ديالة. اهلا وسهلا بيش، تفضلي. والله اني عندي رجلي صار له 4 سنين. نعم. اي والله 4 سنين ما يعني ما حتى خذوه بعد ما ادري بي وين ما وين. يعني بكت يعني هل سقوا ماي هل ما عرفت شنو هل اخذته. نعم. اي والله. منو اللي اخذ ام ليث؟ منو اللي اخذه؟ والله طب انا جيت يم اهلي وجو اخذوهم يم اهلي. ها يعني من يم اهلي اخذوه؟ ما شرطه، جيش، حشد، منو؟ لا استخبارات. استخبارات؟ قالوا قلت لهم عمي انت شنو؟ قالوا احنا استخبارات، اخذوه من بيت اهلي. شنو التهمه مالته؟ حالوه للقضاء لو لا؟ ما جاني كل خبر علي. ها ما تعرفون يعني اخذوه وراح اختفى؟ ما اي والله ما اعرف كل خبر علي، يعني والله العظيم هذا ظلم، يعني ظلم والله ظلم. ما نام عندي جهال. نعم. ايش قد عمره اخوك ام ليث؟ ايش قد عمره؟ ايش قد عمره من اخوك؟ زوجي رجلي. اي رجلش رجلش العفو. ايش قد عمره؟ مواليد 73. اخذوه قبل 4 سنوات. نعم. اي والله 4 سنوات ومو عند الا وين ما وين. راجعت الشرطه، محاكم، جيش، حشد، شنو ردهم؟ لا طبوا علينا، قلت لهم عمي شو تريدون؟ قالوا احنا استخبارات عندنا استفسار وياه، اخذوه وطلعوا وما ادري بي صار له 4 سنين. عصابه هاي مو دوله. ما ادري اخذوه قالوا احنا استخبارات. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم يعني بركت هالحكومة ما أعرف شنو هلا أخذته. قالوا استفسار والرجعة أخذوه بعد ما أدري بيه وين ما وين. يعني والله هذا حتى ظلم هذا. إي والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إي والله. يعني أم واحد عنده جهال، يعني والله العظيم يمينه واحد لا يشوفه
لا شيء لا سياسيين، يعني ما حتى مو وضعيه هاي. يعني هالحكومه ما تسوي حل، يعني هالعالم هاي المساجين الجايه نشوفها يقتلون بها ويضربون بها وهالتعذيب هذا. الله يعينكم والله، الله يعينكم. يعني انا هم عندي جال، يعني جال هم تريد، يعني انا والله هم غير علي وعلى الله هو بس هو. نعم. اي والله. انا اشكرك ام ليث، يعني اشكرك. قصه ماساويه اخرى والله حتى في عالم المافيات والعصابات، حتى اذا خطفوا واحد ربما يساومون بماده او عليه فد قضيه يحلوها او يقتلوه، يقول لك احنا قتلناه مثلا. هاي في عالم العصابات والمافيات على ارض الواقع وبالافلام، بس الجماعه ما افتهمناهم، لا هم عصابات لا هم مافيات لا هم ما تدري، يعني استخبارات وغيره. واحنا هاي يوميه طبعا نسمع هذه القصص المؤلمه والموثقه، طبعا بالمناسبه الموثقه في تقارير لمنظمات دوليه وكذلك حكوميه. بس الجماعه يعني ما معقول انت اوكي مجرم عمي حيلة للقضاء حتى يعرفون أهله مصيره. طيب ميت بعد ما يريدون، بس بدي يعرفون وين صار فقط. أكو اتصال. أبو علي من الديوانية، تفضل أبو علي. مهلون غاد، مهلون، تسلم يا غالي. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. يا هلا بيك عيني أبو علي. الله وديك غالي، تسلم يا الغالي. الله يسلمك ويحفظك. ألو. يا عيني أسمعك أبو علي. أبا أخي شلون صحتك؟ حياك الله. تحاول تدوم وسلم. انا عندي فد نعم عندي فد اقتراح. نعم. السيد الكاظمي اول ما فرحنا فيه. فرحنا فيه، احنا هسه نريد نشوف ذولا جماعه رفحه اللي اللي اللي, اللي قطع رواتبهم وطلعوا مظاهرات وطلعوا ما ادري شنو، يعني وهسه حاليا طلعوا مظاهرات ورجعوا الرواتب مالتهم، لان هذا متقاعد. شنو ذنبه؟ اللي قاسم عنده 50 واللي قاسم عنده 80. نعم. هو راتبه محدد رحنا على وجهك، يعني احنا هسه ما سوينا حتى وين الخاص. الكردي بالشهر ياخذ مليون فوق المليون، واحنا حاليا المحاضرات مظلومين. تعال عندي، تعال شوف الكهرباء، تعال شوفنا شنو حتى الماء هذا، تعال شوف المناطق اللي عندنا اللي متضررين يا اخي. نعم. مأساة والله أبو علي. أنا أشكرك أبو علي وأعتذر عن المقاطعة لأن انتهى وقت البرنامج. أقرأ آخر رسالتين على الواتساب ويعذرون البقية. يقول أستاذ عمر، هذا الشخص الضرير من أهل الموصل طبعا يقطعون راتبه، بس إذا كان من جماعة رفحة ما حد يقدر يقرب على رواتبهم. آخر يقول عمي هي سمكة وخايسة من راسها، ويا من تحكي ويا من السولف، هي كلها حرامية مع الأسف. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.